الأسماء كتبين بعض الحوايج، بينت لنا التغول ديال الأحزاب المغربية، بينت لنا الأنانية ديالهم، بينت لنا كيفاش بأنه لكو كان تعطى لهم الفرصة ويجمعوا جميع الاختصاصات أشنو كانوا يديروا للشعب، بينت لنا بأنه كيحطوا عليه الباطل، كيحطوا على الشعب كيحطوا عليه الباطل، كيقول لك سيدي الجزائر الجزائر الجزائر. أول مرة في التاريخ كنشوف حزب كيتهم الجزائر بأنه هي اللي دار له هذا المشكل. السيد وزير الداخلية خسر الطريق الأبسط اللي كان خاص خسروا رئيس الحكومة ودوك الوزراء اللي قرابين له، هما الناس شركات ديال المحروقات، أقرب الطرق وأكثرها منطقية، قصدوا هادو بصحاب الشركات قالوا بابا بدينا نقصوا من هامش الربح، يعني اختاروا أقرب الطرق. الأخرين السياسيين وزير المالية وكذا والطاقة وزيد 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 وبن كيران وهذا وهذا، اختاروا تخرج العينين والتهديد. فعندما تكون النتائج إيجابية تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي ويرجع كل الأمور إليه. لا لا، الله يشفيهم والله يهديهم الطريق الصواب. قال لك غادي ربي الفقراء، غادي يعطيهم التربيه، الشعب المغربي خصو التربيه. ما قلتش حتى انت لي بوانا، انت هو بوانا، انت هو خونا، انت ما عندنا في هذه الدنيا، عندنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوان والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الخطوه المتميزه اللي دارها وزير الداخلية السيد الفتيت، وهي في الحقيقة مبادرة كان خاص للأسف دار من طرف رئيس الحكومة أو على الأقل القطاعات اللي عندها علاقة بالمحروقات، ولكن كيقوم بها السيد عبد الواحد الفتيت. ففي حالة الأزمات كيف كتعرفوا الإخوان والأخوات كيبانوا بزاف ديال الحقائق، وبزاف ديال الشعارات كتكون معروفة كتفضحها الأزمات، وبزاف الأمور خفية كتبينها الأزمات. شنو المقصود؟ المقصود بأن هاد الأزمة اللي كاين دابا، نهضروا حنايا على المحروقات، الأزمة عالمية كاين فيما مشينا كاين إلى غير ذلك، ولكن من خلال هادشي اللي وقع في الأيام السابقة والأسابيع القليلة الماضية بانوا بزاف الحوايج في المغرب، وهادشي خاصو يكون لينا دروس وما ننساوهش. من الأمور اللي بانت وهو أنه الأحزاب السياسية ملي كتطلع للحكومة كتطلع بالحكومة ماشي بديك النية ديال خدمة الصالح العام فيما لاحظناه، ولكن لاحظنا بأنه الهدف ديال أنك تشد الحكومة وتشد المناصب هو أنك اللي ظهر لينا في واحد القسم كبير الهدف كيكون هو أنك تستغل الفرصة وتقضي الشغل، يعني أنك تستافد. كيف بغينا نقوله شحال هذه لمحنا بأنه رجال الأعمال علاقة مع الأحرار إلى غير ذلك، النهار الأولي فاش الإنسان كيطلع لحد الحكومة ديال أخنوش كيطلع بالنية يا إما كاين المنافع الخاصة وإما يحافظ على منافع خاصة، وعاد بالإضافة راها كاين الناس الصادقين، هذه معروفة. ملي كتكون النية سليمة
ديال شي انسان باش يطلع واحد المنصب ربي راه كيبارك له. ملي كتكون النيه عوجه ربي راه ما كيباركلوش. النيه كانت انك تستغل الفرصه وتستغل النموذج التنموي الجديد وتحرك الشغل وتحرك اللي معك الى غير ذلك. ملي ربي بلا هاد الامه الجفاف ومن موراها هادشي ديال اوكرانيا وقبل منها كورونا الى غير ذلك بانت لينا العجز، لان ربي راه ما كيفتحش على شي انسان اللي جاي بشي نيه اخرى، ما عدا الى بان شي نجاح من مور هاد الازمه. هذه الاولى بان لينا التغول ديال بنادم داكرون. الحاجه الثانيه بان لينا الطريقه الرديئه في التعاطي مع الراي العام، طريقه رديئه من موراها غادي نشوفوا كيفاش انه ولا تبادل. ما نقولش تبادل لان ما سمعنا من الجهه ديال الشعب حتى شي حاجه، شفنا بانه كاين نوايا عند بعض الناس بعض السياسيين نوايا دفينه عدوانيه. شفنا بانه الانسان ملي كيشوف لك الشعب كيشوف فيه متآمر، ملي كيشوفه مريض، ملي كيشوفه حاقد. شفنا قله الادب اللي خرج بها بعض الناس منهم بن كيران. شكون هذا كيقول لك هكا؟ شكون هذا اللي خرج هذا الهاشتاغ؟ كيقلدوا لغد ليه السيمو برلماني السيمو بالقصر الكبير. بن كيران هو الاول قالها، قال لك اسيدي خصنا نعرفوا شكون هذا اللي دار هذا الهاشتاغ. يعني اش كيقول زعما خصنا نعرفوا واش نشدوه واش نعلقوه واش نقدوه واش نديروا له؟ لغد ليه كيقلدوا الاخر عاوتاني السيمو كيقول لك اش من هذا الهاشتاغ؟ شكون هو مول هذا الهاشتاغ؟ يعني كيبين لنا العقليه ديال بعض السياسيين. لكو كان في يدهم الداخليه والامن والجيش والمخابرات والسجون وكذا وكذا، اشنو كانوا ممكن يديروا من خلال ديك الطريقه. من بعد هادشي اللي غادي نتكلم على السيد عبد الواحد الافتتار عندي ليه واحد الطلب خاصو يديروا غادي نذكره من بعد. هاد الازمات هادي اللي دازت بينت هاد الحقيقه ديال الاحزاب السياسيه. ما غاديش نعمم وما غاديش نقصد بالضبط الاحرار، كاين الصادقين وكاين الانتفاعيين في اليمين واليسار والوسط فيما مشيتو، كيف ما كاينه في الدواليب ديال الدوله وفي الدواليب ديال الادارات والحكومه وصفوف المهن، محامين، موظفين، الفلاحه، اللي بغينا نقولوا دائما كاين المزيان وكاين الصالح. الازمه كتبين بعض الحوايج، بينت لنا التغول ديال الاحزاب المغربيه، بينت لنا الانانيه ديالهم، بينت لنا كيفاش بانه لكو كان تعطى لهم الفرصه ويجمعوا جميع الاختصاصات اشنو كانوا يديروا للشعب. بينت لنا بانه كيحطوا عليه الباطل، كيحطوا على الشعب كيحطوا عليه الباطل. كيقول لك سيدي الجزائر الجزائر الجزائر، اول مره في التاريخ كنشوف حزب كيتهم الجزائر بانه هي اللي دايره له هذا المشكل. علما إذا كان كيقصد الجزائر باغية تحطم الحكومة خاص الاتهام يكون صادر على رئاسة الحكومة، وإذا كان الاتهام صادر على الأحرار حشومة حزب يتهم الجزائر يقول لها أنت بغيتي تهينيني. يعني نفرحوا حنا وننشطوا واحد آخر وغادي يقول لك بخير، ها هما هما بداو كيتشكاو، ها حنا درنا أو ما درناش إلى غير ذلك. راه كاين الخواطر ديال الجزائر والمخابرات، هي هادشي ماشي عاد غادي يكون دابا، هذا راه مستمر وما مستمر ماشي داخل غير مثلا يستغل هادشي المحروقات وكذا وكذا، راه كيستغل ملفات كبار انه باش يأدي الدوله. ولكن اول مره كتتفق الاصوات ديال مجموعه السياسيين في الاحرار بانه الجزائر هي سبب هادشي. اوكي نرجعوا الموضوع ديالنا ديال الفتيت. من المسائل اللي كشفتها هاد الازمه انه الاحزاب لا تشكل ملاذا للمواطن، لا تشكل ملاذا امنا للمواطن، ما يمكنلكش تثق فيها. وهذا هو اللي كيفسر الصلاحيات اللي معطيه في الدستور منذ الاستقلال. المؤسسات يا اما رئيس الوزراء ولا رئيس الحكومه حاليا. وهذا هو اللي كيفسر شنو هما الاسباب اللي خلات الدوله انها كتمخزن الاحزاب. رانا ديما كنشير وكنعاود التجربه ديال المغرب من 55 حتى 59، راه كان ديك الساعه تعطات الفرصه للاحزاب، وكان ديك الساعه حزب مسيطر وهو يشد الحكومه كامله بداخليتها بخارجيتها بامنها بكل شيء، يشد كل شيء. وهذيك الفتره كانت فتره سوداء، راه الكل كنقصد كل الجهات الحزبيه تحارب انها ما تعرفش ديك الفتره. هذيك الفتره كانت رهيبه، وقلت مرارا شرط لكم اللي بغى يعرف ديك الفور ديك الفتره، لان راه غادي تعطينا العقليه ديال الاحزاب كيفاش دايره وكيفاش كتفكر في المغرب. احزاب
كدير داكشي اللي كنشوفوه دابا. الا هي من السيطره خلاها الشعب، وهادشي ملي كنقولوا راه ماشي راه عندي راسه والواقع. وداك الكتاب اللي كنصحكم انكم تشوفوه راه انا فايت اللي تكلمت عليه، هاد الكتاب هو هذا. ها هو هذا كيتكلم على واحد الفتره اللي سادت فيها الاحزاب السياسيه المغربيه، وكانت ديك الساعه محمد الخامس الله يرحمه كان محتاج الاحزاب باش المغرب الوزارات وتسير في المغرب، عطاهم كل شيء وداروا كل شيء في المواطن في الشعب. كنصحكم الاخوان حاولوا تحصلوا على هذا الكتاب، حاولوا تحصلوا عليه، وغادي نلقاو في الاخير واحد الرساله تاريخيه 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 ديال عبد الكريم الخطابي، تاريخيه كيدير فيها جرد الزياد من 70 معتقل خلقته الاحزاب السياسيه لاي واحد كيعارضها. الزياد من 70 معتقل، المجموع المعتقلين وصلوا تقريبا 10,000 اي واحد كيعارض، وفيه الطرق ديال الاعتقال والطرق ديال التعذيب والطرق ديال الاختطاف، وفيه الاهوال الاهوال الاهوال. باش تعرفوا الحقيقه ديال الاحزاب السياسيه انها الى سيطرات الى سيطرات اش كدير. يعني الحسره اللي كتسمعوها في الصوت ديالي انا منين جايه؟ جايه في الحسره ديال السياسيين ديال 2022، كيفاش ولا الانسان انه في 2022 وكيشوف اوروبا والتغييرات وكيشوف العالم وكيشوف الانوار وكيشوف التاريخ وكيشوف 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 وباقي كنهضروا بنفس هذا. واحد قاعد كيجذب كيقول لك بغينا نعرفوا فين هو، فين هو هذا اللي مدير هذا الهاشتاج. هذه طريقه كيهضروا بها الاحزاب. الاخر كيقول لك اش من هاشتاج، واش من كذا واش من كذا، بحال كيقول لك حنايا البرلمانيين حنايا السياسيين مفصولين على المجتمع. شنو هو هذا الهاشتاج وشكون هو مول هذا الهاشتاج، وما مامنين كاع بالهاشتاج وما مامنين كاع بالتواصل الاجتماعي. بغيت نعرف غير شحال برلماني عنده قناه في اليوتيوب ولا عنده التواصل الاجتماعي باش نعرفوهم واش على صله بالواقع الجديد اللي كاين ولا ماشي على صله. الناس مفصولين على الواقع. على كل حال قلت لكم هذه النبره ديال 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 هذه النبره ديال الحسره، لاننا في 2022 كنشوفوا كيفاش المعيور في الشعب، كيفاش الاهانه ديال الشعب، كيفاش كذا كيفاش كذا، وبقى عندهم واحد النظره بانه هذاك الهاشتاج بانه تعبير ديال واحد القله قليله مخزونه فشي، وما على بالهمش بانه المغرب ولله الحمد ما عرفتش شحال واش تكون وصلت 35 ولا 40 مليون. الالوف ديال المثقفين والعلماء والخبراء والاساتذه الجامعيين والناس واعيين، وكاين اللي ما قاريش واعي راه متبع الاحداث متبعه، وانت تجي تبدا تزبل وتعاير بدوك الناس صحاب الهاشتاج وتوصفهم على انهم شرديمه. لا سيدي، راه كل شيء يراقب ويعاين. اللي مخلي ان الاغلبيه صامته اللي مخليها هو الطبيعه ديال الانسان المغربي، انسان ثقيل ورزين وكيتفهم وعارف اش كيجري في العالم، وعارف اللي فعلوا التحرميات ديال الجزائر وغير الجزائر، وعارف ان هذه الازمه ديال الغذاء ماشي ما عارفنش، وعارف الصلاحيات والاختصاصات ديال رئيس الحكومه معروفه، وعارف الضغوط وعارف 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 عليها المغاربه، ولكن متبعين يقبلوا اي حاجه الا تقلل الا تقلل الاداب على الشعب. رجع للنقطه ديال السيد عبد الواحد الفتيت. السيد عبد الواحد الفتيت خدا هذه المبادره، العبره يعني الطريقه ديال انك ملي كتبغي الحل. السيد وزير الداخليه خسر الطريق الابسط اللي كان خاص خسروا رئيس الحكومه ودوك الوزراء اللي قرابين له، هما الناس شركات ديال المحروقات، اقرب الطرق واكثرها منطقيه. قصدوا هذوك صحاب الشركات قالوا لهم اودي نقصوا من هامش الربح، يعني اختاروا اقرب الطرق. الاخرين السياسيين وزير الماليه وكذا والطاقه وزيد 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 وبن كيران وهذا وهذا، اختاروا تخرج العينين والتهديد واهانه الشعب ويعقدوا الامور وما نعرفش شنو هو، في حين انه الا بغينا نوصلوا للحلول كنختاروا الاقرب. الاقرب هو شركه المحروقات، وملي كيختار شركه المحروقات حنا نفهموا واحد الحاجه، راه كيختار بانه عاوتاني اقرب طريق هو انه راه داخل فيها اخنوش، بلا ما نبعدوا بلا ما نجبدوا الجزائر بلا ما نجبدوا بلا ما نجبدوا بلا ما نجبدوا بلا ما نجبدوا. اذا هنا يختار اقرب الطرق اللي هي الشركات ديال المحروقات، قال لهم نقصوا من الهامش ديال الربح. وهو نفس الهضره اللي موجوده في الصميم ديال الشعب المغربي، نفس الهضره
كيقول لك حشومة حنايا فترة كورونا ومو كورونا كاين الأزمة وانت باقي لاصق ليا في الربح ديالك ما بغيتيش تفارق. يعني أنه حشومة حشومة في الأزمة والعالم كله هكا وانت باقي كتربح. يعني أنه وزير الداخلية نعودها ملي مشى عند الناس المحروقات وقال لهم نقصوا من الهامش العبرة كينا رسم لنا الأسلوب ديال الحل. أنا ما كندير شي عالم رومانسي الوزير الداخلية أو لشي حاجة. الوزير الداخلية مقيد بشغله والناس راه كتشهد ليه بالكفاءة، واللي بغى يدير شي حاجة يتبع يدير الطريق ديالو في هذه اللقطة، هذه في هذه اللقطة يتبع الطريق ديالو. اختار كأنه قال للعالم وقال للشركات بأنه في ساعة الأزمات حشومة الإنسان يبدأ يدافع على الربح ديالو حشومة. هذا هو الخطاب اللي كنتمنى يسمعوه باقي الشركات، ومنهم باقي أرباب الشركات، ومنهم أخنوش والسياسيين اللي عندهم شركات. الشعب قالها، قالك حشومة سيدي عباد الله الناس يربحوا حشومة. وهذا راه هو المغرب الحقيقي، هذه هي التقاليد المغربية الأصيلة. ملي كتكون الأزمات ما تنوضش تستغل الأزمات وترفح فيها. هادشي راه ما سمعناه حتى لهاد السنوات الأخيرة. المغرب داز عليه أزمات وجوائح وكوارث وحروب وأوبئة، دازو 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 دازو. كيفاش كانوا كيتصرفوا المغاربة؟ هادوك راه دروس لينا. كيفاش كانوا كيتصرفوا؟ كانوا كيتصرفوا بالتضامن، كانوا كيتصرفوا بالتضامن، قبائل وكذا ومؤسسات الزوايا، وكان الإحسان وكان البر وكان 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 وكان. ولكن في تاريخ المغرب ما عمرنا شفنا بأنه تم استغلال ديك الأزمة من طرف التجار، ما عمرنا سمعناها حتى ولينا كنسمعوها في هذه السنوات الأخيرة. وهذا هو اللي خلانا كنشككوا بطريقة غير مباشرة في التصرفات ديال الأخنوش وفي الانتماء المذهبي ديالو. أنا كنقولها وكنعاودو، المذهبي الاقتصادي ديالو، لأنه كاين واحد المذهب هو اللي كاين في العالم، هو اللي مسيطر. هذا المذهب هو صنع الأزمات واستغلال الأزمات وتضخيم الأزمات والاستفادة من الأزمات. هذا هو اللي خلانا كنشككوا في انتظار أنه يكون حلول. كاين الناس اللي قال لك راه منتمي المنظمة كذا كذا كذا. أنا دائما كنغلب أنك ما يمكنلكش توصف هذا ولا ماشي هذا ماسوني أو كذا أو هذا أو هذا. شوفوا التصرفات باش ما تغلطوش. التصرفات بينات بأنه كاين سياسيين وكاين قادة بأنهم كيستغلوا الأزمة. جاء الفتيت باش يذكرهم، ما عرفتش أنا هذا السيد اللي يشاور عليه أو كذا أو كذا، نتمنى كل شيء يدير بحاله. كيختار أقرب الطرق وهو أنه يناديو الشركات ما يكونوش الجشع، ما يكونش استغلال الأزمة. يعني كأنه وحى بواحد الفكرة، شنو هي؟ حرام أنك تربح في الأزمة، نقص من الهامش ديال الربح في الأزمة، نقص نقص بلا ما يبقاو يعاودوا ديك الهضرة ديال لا إلا بقى هامش الربح فرحنا ملي كنربحوا كندفعوا الضرائب. نقص، مابقاش تقول لنا ديك اللعيبة ديال لا لا رحنا كذا واخا كنبيعوا ثمن طالع. هذاك الثمن طالع بحال كيف ديك النهار بدا واحد البلاغ ديك النهار خرجته، خرج شفت كيشرح داك واش الوزير اتصال ولا شي حاجة قالك لا واحد حتى في حالة ما إذا لا في ديك النقط العشرة معذرة عفوا اللي خرجت في لاماب، قالك بأنه ديك الأرباح واخا كتوصل وكذا وكذا فإنه في الأخر ديك الشركات بأنها راه وزارة المالية كتطبق عليهم واحد لوطو اللي كيوصل حتى 49 أو لا 51% بالعربية ديال خليني الهامش ديالي وحقر أنا من بعد غادي تخلص مني المالية. لا سيدي، أقرب طريق هو نقص من الهامش ديال الربح، خصوصا في مادة أساسية وحارقة. شيء آخر قبل ما ننسى، الناس اللي كيقولك بأن سيدي نتوما كتحسدوا اللي لاباس عليه واللي عنده الفلوس واللي عنده الشركات واللي عنده، ما كيحسدهم حد، ما كيحسدهم حد. الغضب منين كاين الغضب؟ هذا إلا بغينا نقولوا غضب، الغضب كيكون هو أنه الناس اللي لاباس عليهم في المغرب الأثرياء الأغنياء نطرحوا عليهم سؤال، شكون فيكم ولا ملياردير في العالم في الصناعة العسكرية أو المعلوميات أو صناعة الطائرات أو صناعة السيارات أو لصناعة شي حاجة اللي محتاجة لها البشرية؟ لكو كان شي واحد فيهم الدخل ديالو ملايير الملايير في هات الصناعات الجنونية الحقيقية ممكن أنك تفتخر به،
علاش؟ لأنه كيجيب الأرباح وكيجيب الثروة وكيستوكيها من عند أمم أخرى، كيبيع لأمم أخرى، كيربح مع أمم أخرى. بينما في المغرب منين كتجمع الثروات؟ نقولوا منين كتجمع الأرباح؟ من مسائل سريعة الربح، داك الشيء اللي موجود في الكوزينة ديال كل مواطن مغربي، الغاز، الماكلة، المواد الغذائية، الفلاحة، مطيشة، بطاطا، الدلع، المسائل الأساسية اللي كيستهلكها المواطن، والبترول. يعني أنه كاين واحد الطبقة ثرية من خلال المواد الأساسية اللي كيحتاجها المواطن، من تما الإنسان كيدير الفلوس. طبعا هنا راه غادي كل إنسان ما كيعجبوش الحال، ولكن لكو كانت كتواجد عندنا طبقة أو لكي يقودنا رئيس حكومة رائد في صناعة الطيران أو الصوارخ أو ما نعرف شنا هو أو لشي تكنولوجيا خارقة العادة، يفرحنا وما يخلصش أخويا قاع الضرائب، يكفينا فرحا. ولكن من اللي يكون واحد المجموعة كلهم كيبيعوا وشروا وكيتاجروا وكيستثمروا في مسائل لصيقة بالحياة ديال المواطن، هنا بنادم خصو شوية يحشم. وبلا ما يبقى يلصق ديك القضية ديال أن الإنسان حاسد كاره ما كاره، مجمل القول هو أنه العبرة بالتصرفات. وهادشي اللي كيوقع في هاد الساعة الأزمة، حنا هاد الساعة الأزمة دايزة المغاربة راه عارفين اش كيوقع. بلا ما تقول له حكا راه كاين واحد آخر كيستغل الأزمة، وكاين الجزائر وكاين أوكرانيا وكاين المغاربة راهم عارفين، والأزمة دايزة باش ما كانت بهادو ولا أو بلا هادو، الأزمة دايزة. ولكن الأزمة كتبين الحقيقة ديال كل واحد. وأنا ديما كنقول واحد الفكرة، كنقولها لهاد الناس اللي كيتغولوا واللي كيخرجوا القرون، خصوصا من الأحزاب اللي كيكونوا عابرين، لو دامت لكم ما وصلت إليكم. وكنقول واحد الحاجة، المغاربة كاملين ما ينساوش راه كاين فضلاء في كل حزب وفي كل وزارة وفي كل إدارة وفي كل قطاع. هاد الناس هادو ما تنساوهمش، راه ما يمكنش يكونوا الوزراء كلهم ما مزيانينش، البرلمانيين كلهم ما مزيانينش، رؤساء الجامعات كلهم ما مزيانينش. لا، اللي كاين وهو أنه ديك النسبة القليلة الآن شفناها هي اللي طلعت للفوق وهي اللي بدأت كتردد مع الشعب. الطالب اللي بغيت نرفعه للسيد عبد الواحد الفتيت صادقا، هو أنه الأمور إلا تخفات ما فيها بس يكتب واحد التقرير يقدمه للديوان الملكي على التصرفات ديال هاد السياسيين اللي كيعيروا الشعب، يدير واحد التقرير ويقدمه يخاطب الديوان الملكي، يقول له بأنه هاد السياسي وهذا 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 بالوسائل بالمسائل بكلها بالتأكيد بالأدلة، هادو راهم كيعايروا الرعاية ديال جلالة الملك وغير مسموح لهم أنهم مرة أخرى يخاطبوه أو لا يتواجدوا في المناصب ديال المسؤولية، لأنه الملك وما عمره سمعنا شي حاجة قاصحة الملك، ولكن ما فيها بس خصو يقدمها. وخي يكون رئيس الحكومة، وخي يكون وزير، وخي يكون رئيس برلمان، وخي يكون أي برلماني، أي واحد في الساعة ديال الأزمة يخاطب الرعاية ديال المملكة بديك الطريقة راه خصو يزول، خصو يحيد. هذا هو اللي كنطلب منه أنايا. كنتمنى الإخوان والأخوات نكون ساهمت في النقاش بطريقة هادئة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.